انتقادات على تشكيلة النشامة قبل مواجهة هولندا، وحدث تاريخي سيحصل لو الحسين توج بلقب الدوري. حلقة جديدة من جرينتا، خليكم معنا. أهلا بكم. بلشت تدريبات المنتخب الوطني تحضيرا للمباراتين الوديات أمام النرويج وأذربيجان، والمدرب المغربي حسين عموتة أعلن عن قائمة أولية تضم 31 لاعب، بس هاي القائمة لاقت انتقادات من هنا وهناك. يعني على سبيل المثال، القائمة الأولية ضمت 5 حراس مرمى، منهم كانوا جيدين الفترة الماضية ومنهم غلطوا، وكانت أخطائهم أكثر من حراس غيرهم اتألقوا. يعني حارس الفيصلي محمد العمواسي غلط مرة أمام السلط وأمام الوحدات، وكل غلطة كانت بهدف. في المقابل حارس الأهلي ربيع عز الدين اتألق بمباريات فريقه كثير وغلط مرة واحدة، والعقوبة كانت قاسية عليه بعدم استدعائه. جماهير الفيصل ايضا مش مقتنعه باداء الظهير الايمن احسان حداد اخر فتره، رغم انه كلنا بنعرف احقيه اللاعب دائما مع المنتخب بهالمركز، بس هذا لا يعني انه اللعيبه صارت تركن شو ما عملت مكانها محجوز بالمنتخب. وعندنا هون لاعب الحسين ادهم القرشي متالق من فترات طويله، واخذ افضل لاعب بالحسين اخر شهر، بس للاسف ما له مكان بالمنتخب. في اسماء ما بتشارك مع فرقها وفجاه لقت حالها بالمنتخب، وهون بنحكي عن المدافعان سليم عبيد وحجاز ماهر اللي بيلعب مع الحسين، والغريب انه الاساسي بالفريق سعد الرسان اللي مسجل ومتالق بمركزه مش بالقائمه. وفي اسماء متالقه محليا وخارجيا وما حدا مطلع عليهم. حدا من المنتخب شايف شو بعمل لاعب نادي بي دي ار ام الماليزي فادي عوض؟ هاللاعب ما شاء الله عليه، رغم انه مركز ارتكاز لانه بيصنع وبسجل وعامل شغل رهيب بمركزه، يعني معبي مكانه على الاخر. كنا بنتمنى انه امين الشناني يلعب مع المنتخب هاي الفتره حتى نقطع مساله تمثيله لمنتخب اخر غير المنتخب الاردني، لكن المنتخب الاولمبي عنده مهمه بالفتره الحاليه، وهي التصفيات المؤهله لنهائيات كاس اسيا المؤهله للاولمبياد. دعمنا وراح نضل داعمين عموتة كرمال المنتخب الوطني، وكلنا ثقه بانه راح نقوم بعمل مميز امام اهم لاعبي العالم حاليا النرويجي ايرلينغ هالاند. نفتح ملف الدوري، البطولة اللي انطلقت بسنة 1944، وفي حال تتويج الحسين بطلا بها هذا الموسم لأول مرة راح يكون على مدار 4 مواسم متتالية 4 أبطال مختلفين ببطولة الدوري. لحتى نوضح لكم هالشغلة، الحسين حاليا بتصدر الدوري وحيدا برصيد 12 نقطة وبالعلامة الكاملة، أقوى هجوم برصيد 10 أهداف، وأقوى دفاع بدون ما تهتز شباكه ولا مرة. القصة اللي ممكن تكون تاريخية بأنه حامل لقب دوري آخر نسخة مين؟ الفيصلي، واللي قبله الرمثا، واللي قبل قبله الوحدات، وعلى مدار 80 سنة ماضية بعمره ما كان 4 أبطال دوري خلال 4 سنوات، وهذا الشيء اللي بتتمناه جماهير إربد بعد تعاقدات عديدة قام بها النادي بجلب لاعبين مميزين في مختلف المراكز. وسؤال حلقتنا لليوم بيحكي عن ما هي آخر مباراة خاضها المنتخب الوطني مع منتخب أوروبي وكم كانت النتيجة؟ من فترة قصيرة كانت هالمباراة، اكتبوا الإجابة لو عرفتوها بالتعليقات. وقبل الختام لا تنسوا تتابعوا شبكة منصات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، لايك على الفيسبوك، فولو على الانستغرام، سبسكرايب على اليوتيوب، واستنوني في الحلقة الجاية معي أنا مهند جويلس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.